كل ما لفت لعياد والشاب غرد صلي صلاة العيد في حب محمد الله عاد حاج عبادة والسم بطل منظوم بطيوب عياد قلائد المشموم بالجنة امتاد خير تمادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعافية. أيام عيد الأضحى المبارك، واقتربنا من عيد الغدير الأغار، عيد تنصيب ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذلك اليوم الذي شهدت فيه كل الخلائق لأمير المؤمنين سلام الله عليه بالولاية، وأنه هو الإمام المفترض الطاعة بعد النبي صلى الله عليه وآله. أحبانا وأعزانا متابعو مشاهدي فضائية الإمام الحسين عليه السلام وبرنامجكم عيد وفرحة، نقول لكم مسيت العافية عليكم والله يحفظكم ويتقبل أعمالكم، وإن شاء الله مع علي في الدنيا والآخرة، ولا يخلينا رب العالمين من رؤية علي بن أبي طالب عليه السلام ونظره وعنايته وتوفيقه ومدده، وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. هنيال كل إنسان في قلبه ولاء وانتماء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وندعو بالهداية لكل مخلوق أن يرجع في رشده ويرتبط بأمير المؤمنين سلام الله عليه. هو الإمام عليه السلام يقول أنا قسيم الجنة والنار، وإحنا محبينه مواليه وأتباعه ما نريد نكون إلا وياك يا أبا الحسن، وما نريد غيرك يتكفل بأمورنا، ماكو أفضل منك ولا أعلى مرتبة من عندك يا سيدي يا أبا الحسن، نريد دائما وأبدا عينك ورضاك وتوفيقك ودعائك إلنا يا سيدي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن والحسين. أحبانا وأعزانا المشاهدين، مثل ما شفتوا بالحلقات السابقة برنامجنا متنوع، ضيوفنا أعزاء وكرام وإلهم مكانتهم على مستوى الساحة الشعرية والحسينية والمنبرية، وأناس إلهم خبرتهم وإلهم خضامتهم بهذه الحياة في طريق الحسين عليه السلام. راح تشوفون تفاصيل برنامجنا إن شاء الله، وأيضا راح يشترك ويانا حبيبنا وصديقنا وزميلنا الأخ محمد التقي، وراح تشوفون الله يعينه حج ياخذ أجواء بين الحرمين والاتصالات والزيارات، الله يعطي العافية والله يحفظنا، نتمنى لك كامل التوفيق والنجاح. نكمل فقرات برنامجنا ولكن نروح فاصل نرجع وياكم مرة ثانية. رجعنا وياكم مرة ثانية أحبانا وأعزانا المشاهدين، برنامج عيد وفرح برنامجكم نشرف وخدمتكم كل يوم على رأس الساعة 8 في بث مباشر. اليوم ضيفنا وعزيزنا صديقي وأخوي وتاج راسي، أنا متشرف بوجودي أمامه ومتشرف أيضا بأني أقدم الحلقة وهو الضيف. الله يحفظك. خادم الحسين، مبدع، صوته شجي، يحمل روحانية، صوته بخليط من الحداثة من الأصالة بريحة الفرات الأوسط وبالنكهة الحسينية، خفيف الظل، يمتاز بقضية أنه لديه خطوط تواصل مع الجميع وما يتقاطع مع الجميع. ضيفنا وعزيزنا خادم الحسين الرادود المبدع ابن طويريج الملا محمد جلاو، حياك ابو زينب. حياك الله يا استاذ عبد الرحمن ملا حبيبي، الله يحفظك. حقيقه مقدمه طويله لكن ما ادري يعني خجل امامك. الله يحفظك، هذا اقل مكان واجبك نكون بجانبك يا حبيبي. الله يسلمك، عيد مبارك ان شاء الله من العائلين. كل عام وانت بخير ان شاء الله، وكل شيعة امير المؤمنين كل خدمه الحسين بالف خير ان شاء الله، وثابتين على ولاه امير المؤمنين وثابتين على خط أبو الأحرار الإمام الحسين سلام الله عليك. بأبي أنت وأمي يا سيدي يا أبو عبد الله محمد جلاوي رادود بمعنى الكلمة، ولكن يعني مسيرة متنوعة وتفاصيل كثيرة. ملا محمد نبدأ بداية مختلفة وياك احنا اليوم، ايش تعني لك طويريج؟ والله طويريج أنا هم أبدأ أسأل سؤال أقول واحد الوطن ما تشعني له يعني له كل شيء، وطني بعد كل شيء يعني، وهالمدينة العظيمة بيها ترعرعيت بيها
بها كبرت على حب أهل بيته وخدمة الحسين والقراءة والمنبر، منها انطلقت أنا الحمد لله. بالعافية عليك بيها وبالعافية عليك عليهم بيك. الله يحفظك. الله يسلمك. وهالمدينة الكبيرة اللي بيها الشعراء والأدباء والمفكرين، بيها رموز المنبر سيد جاسم طوير جاوي، بيها الحاج جاسم النويني، الله يحفظهم إن شاء الله ويسلمهم. خلاص طوائف تمتاز بقضية ملة، إنه هي الآن تمتلك بقية البقية. أحسنت. هم على مستوى الرادودية وهم على مستوى الخطاب الحسيني. السيد جاسم الله يحفظه، الشيخ جاسم. الله. أي الله يحفظهم إن شاء الله بحق الحسين. ملاتنا بدأت في طويريج الحمد لله. يمتى؟ سنة 96. 96. جيت كم عمرك؟ يعني تقريبا عمري كان 13 سنة. 13 سنة؟ أي. تقرأ رسمي؟ يعني أول مجلس أنا صعدته وأمام حضور. سنة 96. 96. تذكر إيش قرأت؟ هي أذكرها. أذكر القصيدة اللي قراها الله يحفظه يا أخونا وأستاذنا الملا علي يوسف الله يحفظه. قصيدة طبعا القصيدة أصلا ما مسموع، قليل مسموع. خلنا أذكر مستهلة يقول: يا مظلوم يا مظلوم يا ضوء عيوني، نايم ويمك جسام وابنك علي يا ورام يا ضوء عيوني. شلون لحنها؟ ما حسامح هاي؟ أي ما مسموع، قليل قديمة. يا مظلوم يا مظلوم يا ضوء عيوني، خليط هاي. نايم ويمك جسام وابنك عيلي يا ضيرغام يا ضيوى عيوني. تحية كبيرة لخادم الحسين صديقي وأستاذي الملا علي يوسف أبو حسين الله يطل العافية ويحفظه. الله يحفظه. سنة 96 يقرأ الأخ الملا محمد الجلاوي. وما ارتبكيت ولا صار شيء؟ لا شلون، انا ابو على ايدي ما اشوف القصيد من الرجفه. قدامك حضور وجمهور ما شاء الله، كان بوقتها حضور يعني ما اقدر اعد. مناسبه شنو كانت؟ محرم، عشره محرم. اي تقرات يمتى كانت هاي القصيد؟ يعني شنو ترتيبها بالايام؟ ما اذكر، انا يعني ما كنت متعود مجلس، بس انا دائما قصيدتي بجيبي، رحت حتى لابس ملابس رياضيه ما، بس مجرد رحنا نحضر مجلس. سأنا شنو عندي واس أرد أقرأ، أقرأ بالبيت، أنا أقرأ قرآن، أقرأ أي عدة مسابقات، يعني داخل مسابقات ابتدائية. أي أنا عدي. وإحنا جايين موضوع الأدعية هذا راح نأخذ منه مجال. فكمل الرادود قصيدة القعدة وعافوا مراح. ضار عدة مجلس وكذا وفشي صار. فأخوي وياي راح لأبو المجلس، قال له عدي أخوي رادود خلي يكمل لك المجلس. مجلس كامل. أي لا أي قرأت قصيدة ونزله. قصيدة ونزلة. قصيدة ونزلة. يعني أنت ما شاء الله أول ما بدأت قرأت مجلس كامل. إيه الحمد لله. بس من أوجد بك هاي البذرة ملة؟ يعني اللي. من اكتشف هاي الموهبة؟ أوجدها بي طبعاً أنا خوالي صيحون مساعد القراء بين خطيب بين رادود بين شاعر. الله يحفظهم إن شاء الله. فهم يقولون ثلثي الولد على خاله، أنا ابن خالي رادود هو يطلعني إياه، خالي كذلك همينة بزمن صدام طلعني إياه. يعني الحمد لله هم اللي عاونون. انت بهذيك الفترة ما كان حد جاسم النواني في طويريج؟ لا ما كان ببغداد. كان ببغداد. يمتى تعرفت عليه يعني انت؟ سنة السقوط هو جاي. ها اجي لطويريج سنة السقوط. كان في بغداد. معلومة مهمة حتى الناس يعرفون انه جاسم الطويرجاوي جاسم النواني الله يحفظه ان شاء الله الطويرجاوي ذيك الفترة ما كان في بغداد. ما رحمه بطويريج. الذو بطويريج خطي. اللي طلع البغداد. الذو ذاك الزمن بعثية وشي. عشان يسولفون انا ما ملحق على الرضيع لانه من يروح المجلس ويا الفراش مالته حتى خاف السجن يروح هنا. عجيب ايام طوير يجي ايام النظام الملعون. فراح من عندها غصبا وقهرا. ايه. واستمرت مسيرة محمد جلال في ذلك الزمن. الحمد لله الحمد لله. بعد من طوير يجي بعده وين رحت؟ قريت بكربلاء. قريت بكربلاء؟ اي في ذاك الزمن. اكو مجلس فاتحه كان. مجلس فاتحه؟ مجلس فاتحه كان. جميل تحافظ على القصص. اي مجلس فاتحه اجوني كان من ضمن الموجودين بالفاتحه ابن خالتي الله يذكره بالخير سيد حسين، قال لي ليش ما تقرا لنا قصيده؟ طبعا مو من قيام من جلوس، من تدرب ذاك الزمن. فاتحه كان بقاعه ببيت؟ لا بيت. ها اي قاعده بالبيت يعني؟ قاعده بالبيت. وبعدها بعد قمت اقرا كل البيوت داخل الولايه، خارج الولايه لا، يعني خارج الولاية أكثر شيء كان مجالسنا بالريف. إيه. مناطق الريف يعني أكثر الحزبين كانوا بالريف. عجيب.
فما كانوا يتوقعون واحد يقرب الريف، كلهم منتشرين بالولايات بالولايات من نقرب البستان مثلا، السماعات على النخلة ايه، السماعة يمكن مثل كاب قد البرميل، هاي البوق القديمة. انا اقرا واسمع الصدى. سنة من السنين انا قريت مجلس، قريت 18 بيت أوذية الله يشهد لسه حافظهم حاسب الحساب، وقريت 7 قصائد. يا الله. اي والله مو انا بس واحد، يعني انا اقرا يكملون انت سبع واحد اقرا سبع قصائد. ايش قد كان اللي واسع يا مكان كانت هاي منطقة الخيرات بطويريج. بطويريج اي يمكن سنة 99 هيك سنة 99 حضور غفير شاء الله ما شاء الله تهدى العالم تتهدى أنا هذا المصطلح القديم يعني تنزع ويعني هالمجالس عامرة كانت وشي الحمد لله ما قطعناها إلى أن بس بسنة السقوط لأنه صادف السقوط بالحرب يعني ما قدرنا بعد والله هكذا مولاتنا دائما ألتقي بأصدقائنا وأخواننا خدوة الحسين يعني لهم كثيرا ذاك الزمن زمن الممنوع وشي هواية مؤثر في داخلهم يعني أكل الذكات هسه ما أقول لك ما أكل الذكات لا بالعكس هسه إحنا براحتنا نقرأ فضائيات ما شاء الله وإعلام وكذا بس ذاك الزمان بما أنه أكو تحدي إيه يطلع شغل من القبل هذا الشغل يطلع سبحان الله بعد هو كل ممنوع مرغوب إيه طبعا الله يحفظك ويطلق العافية مولاتنا سنة بعدنا البداية سمعنا شيء من صوتك الجميل الله يعز خادم أقول في حق سيدي مولاي شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب فيه حو أمير المؤمنين سلام الله يعني قصيدة من نظم أخونا وعزيزنا الشاعر خالد العلم الناصرية تحية الله يحفظه أقول من في غرامك لا يذوب ويهتدي يا عيني من في غرامك لا يذوب ويهتدي والكون أمسى في ضيائك يحتمي كتبت هي الأقلام حتى أصبحت من غير كاتبها بفضلك تنعمي أنت الذي قرن الإله بفضله فلنور وجهك يا علي ننحني أنت الذي ردت له بغروبها حتى قمت الفرض يوم الملحام يا عيني يا عيني. أنت الذي وأنت أنت أقولها حتى يضج الحرف ذعرا من فمي لن أهو إلا في غواك لأنني أي والله يا علي لن أهو إلا في غواك لأنني عشت الهوى فوجدت اسمك في الله دمي الله الله يحفظك طيب والله انفاسك يا ابو زينب ما تزيدنا بس شيء يراد لها ابو ذياب والله يراد لها ابو ذياب يقول من هواكم من الماحب هواكم من هواكم من الماحب هواكم من هواكم وانا الحبيت كل شيء من هواكم من هواكم إذا مر يوم أنا ماشيم إذا مر يوم أنا ماشيم من هواكم يا هلبية النبي
تحنين مني. الله الله الله. طبعا البيت هذا اخونا وعزيزنا الشاعر واثق العيسى والله الله يطيل العافيه ابو احمد، تحيه خاصه العزيز خادم الحسين ابو احمد واثق العيسى. ملاتنا ابوك الصدام من بعد 96 وانت طالع لزمت 10 كامله بالذاك الزمن؟ اي لا كله متقطع متقطع اي كله متقطع لانه الاحداث ما حد يقدر يعني ما حد يقدر يسوي قليل اكو بس قليل كلش قليل يعني انا اقول لك كان يقرون 10 ايام لكن مو بمكان واحد ها اي لانه اللي يسوي 10 ايام يكون يحضر مصرف مصرف المه للامن ايش يسوي يعني سالم حسين اذكر رحمه الله على روحه فتاح ابو محمد الله يرحمه رحمه الله على روحه من الطويريج من الطويريج اي طبعا هو كان ندها العمه زين عجيب اي سبحان الله من الثلوجه زين واهل العدن موجودين من الثلوجه زين لكن من الطويريج اختلف البرنامج عنده زين وكانما يقول انا شفت الحسين بعيني سلام الله عليه سيدي الشهداء على الخدمه وعلى كذا فكان الامن من يجون محضر 25 هو ذاك الزمن 25 ألف مو هي سالفة يعني أحكي لك بالتسعينات مجلس تقريبا سنة 99 أو 2000 اجت الأمن عشط كان مجلس عشط أخذوا الرادود زين الرادود حي يرزق الشيخ حامد الله يحفظه طبعا من روادينا الكبار زين راح الأمن راح وراء مخطئ حطهم ال 25 جاب الرادود شو السوله؟ فقلت لك اللي يقرا 10 ايام يكون متوطن يحضر له 100,000 250 بالقليل بس للامن ايه حتى يخلص مال بلو بس تكون تقرا متوطن بس الله يرحمه كان متوطن هذا مستعد الطروحه عجيب اي والله رحمه الله على روحه زين يعني هو هذا الرجل مو من شيعه اهل البيت سلام الله اي بعد استشيع هو ها تعال استشيع اي استشيع اي لا هو قلت لك سابقا كان من العام قال صار وبذل نفسه وامكانيته من اجل الحسين عليه السلام موكبه بال40 ما سد رحمه عجيب. الله الف رحمه يعني بقى ورا السقوط أيوه. موجود اي ما صار هو من توفى اي ما صار تقريبا 5 سنوات الله يرحمه خادم الحسين ان شاء الله اكيدا مع الحسين عليه السلام زين ملاتنا سقط النظام محمد جلاوي اسم في طويري صح الحمد لله اجى جاسم النويني اه شلون اللقاء الاول كان اول شلون اجى ما طلعت تلقيتوه شيء يعني حقيقه انا بالنسبه لي ما كان عبد علم اجى صدفه اني امشي بشارع طويريج وياي رادود الله يذكره بالخير ملا وسيم هسه الان هو شيخ خطيب ايه؟ شيخ معمم قال لي محمد ذاك الشيخ جاسم انا بذاك الوقت احس روحي صعقت الله يشهد ما ادري جاسم من وين الشيخ جاسم ما عاد اشوفه الشيخ جاسم فتشي يعني طبعا هو ما زال ويبقى فتشي ما زال فعبرنا نسلم عليه بس انا ما ادري ايش بيه حقيقه مسلمت عليه ما ادري ايش قلت له ما ادري الله يسلم كل يرجل من فوق جوا شوف جبل قدامك طبعا حقيقه جبل الله يعينك اي والله فبس ارد اوخر من هنا هاي عود تو اسماء اجي شاف هاي مال افلام يجي لك شو يبقي لا لا كل شيء يبقي مو من الموضوع انا اعتبر روحي جاسم اجي كل شيء الله يعطي العافيه الله يعطي العافيه فاول مجلس قرابه طويريج قرا قصيده سياسيه طبعا هو الله يحفظه اغلب قصائد اجتماعيه وسياسيه اي ومن ملوك قراء القعده هو اذكر القصيده قراها انا قاعد جواب ووراء انا قريت قصيده فقرا قصيده تاريخ الدهر شفنا البدايه ما ندري بعد شنهي النهايه هل على المنوال هاي سياسي زين بس من قريتاني مو كل العالم تعرفني زين يعني اكو ناس هاي انت قريت ما متعرف عليه ما قلت له انه انا مجلد لا مجرد عرفوني قالوا له محمد يقرا وراء من رواديد طويريج الشباب الكذا يقرا وراء اي هو مشجعني الرجال لحد لا زال هو يمكن انا بقرارة نفسي اقول اكثر واحد يحبني هو عجيب اي والله يعني اذا ما مرت له فد اسبوع يخابرني يبقدني الله هاي ابوي وين انت؟ اي والله الشيخ جاسم بعد ابو قبل صعدت قريت اي الحمد لله بعد هي هاي السنه اللي ما السقوط قرانا بها ايام ال40 وراها التزمت 10 راسا مباشره انا 10 ايام قريت
لا بعدين وين رحت للبيت التقيت فيه سورة ها لا بل ما رحت له خاف عجيب الله يشهد أخاف كلش أخاف عمي جاسم من وين شوف مولانا يعني هاي رسالة مهمة إنه هذول الكبار اللي اسم لا تسوي القعدة ويا يا ملة قعدة اعتيادية هو يسولها أصدقائنا الشباب تقعد مثلا ويا سيد حسن ويا علي باشا ويا ملة جليل ويا ملة واسم هذا رجال تاريخ عنده شلون هذا واحد مثلا من مثل محمد جلاوي هو اسم في مدينته يقعد يم جاسم النويني يقول أخاف إذا سمعت أبويا يقول إي والله أخاف ولا وصلت إلى يعني بعد فترة طويلة يلا رحت وش رحت له؟ شلون رحت بعد؟ أخذني الله يحفظه الله يذكره بالخير يعني الأسماء تجي أخوي وعزيزي أحمد الكعبي طبعا من الكتاب أي والنعم كنت تعرفه بلي؟ عندك معرفة هو كان ساكن طويرج اي هو طويرجاوي اي اخ اي شنو عم طويرج بلوى الله يحفظك فهو اللي اخذنا هم اخذ بيد احمد اي هواي هواي اشتغل وياي والله عندنا حديث طويل حول جاسم النويني وعلاقتك به وطريقه بلكي اكو طرائف بينك وبينه ولكن روح فاصل مونا ونرجع ان شاء الله اعزائنا واحبائنا هاي طويرج هواي بيه قصص محمد جلاوي عنده هواي قصص وجاسم النويني عنده هواي مواقف ورجل شاهد على جيلين يعني حقيقة تعرف على شخصيات مهمة وهو من الشخصيات المهمة فاصل ونرجع لبرنامج عيد وفرح رجعنا وياكم مرة ثانية أحبانا وعزانا المشاهدين متابعي فضائية الإمام الحسين عليه السلام وبرنامج عيد وفرحة وشفتوا التاريخ الجميل لما نتعرض إليه والتراث المهم وهالأصالة الكبيرة لما نتعرض لها ونشوف المواقف وطريقة التعامل بين الخدمة والأساتذة في عالم المنبر الحسيني شلون لازم تكون وضيفنا وعزيزنا وحبيبنا الملة المبدع أبو زينة محمد جلاوي وحياك ملاتنا الله ينطيك العافية وداك أحمد الكعبي الجاسم النويني ايش قال لك ضرور الناس تسمع هالكلام الشيخ جاسم الله يحفظه أتذكر حكاياته إلي يعني حقيقة مدرسة الله والله مدرسة أنا قبل فترة شد قاعد ويا أحد الأخوان قلت لا مدرسة قليلة شيخ جاسم قلت لهم أوصف جامعة هالشيء متنقل عظيم أعظم لله الله يحفظه ويطيل عافية يعني أنا متأكد مجرد الجلوس يم حجي جاسم الله يحفظه هو بي ثواب هذا خاتم الحسين وهالتراث وهالتاريخ فقال لي قرأت لي وما قرأت لي قبل لا أقرأ له أو بعد ما قرأت لي يمكن سمعت يشفد أبو ذية بس أبو ذية من واحد ما الواحد خجلان شون يقرأ فقال لي قال لي بوي أوصيك كم شغلة هي كل نحكي المولى أي والله حتى أنا استفاد والناس هم قال لي بوي من لا تقطع الوضوء على المنبر الله أي. قال لي اتواضع للناس خل الناس تعرف شنو خادم الحسين صدق لا تبتعد عن العالم خلي تواصلك في العالم بشي معقول لا تروح زايد ولا حافظ على توازنك هواي هواي وصاني الله يشهد وقال لي اش ما تقدر انزل وتواضع الخدام الحسين لأنه هو من تواضع لله بعد رفعه الله أنا هاي الخصلة وانت هاي من الأمور المشهودة لك يا أبو زينب الله تواضعك وطيبك الله يحبك وحبك الله للجميع الحمد لله الحمد لله وهذا واضح البدرة اللي بدرها جاسم النويني فيك وانت أصلا من طيب من طيب زين الصحر وكفرت موقف طريق بينك وبينه سلام السنين نقرأ آمياء يقرأه قصيدة القعدة زين وأنا أقرأ بلطم تدري الشباب يبدو يطمون زين هو يقرأ القاعدة يبقى وراي على المنبر خوش فكملت المقدمة كملت الرئيسية نزلت بالنزال الأول نزلت بالنزال الثاني قصد الثاني النزال هو قاعد على المنبر ندس من رجل قال له لك قال لك موتت ولك هو مات مو هم طبعا العلم كان الحسينية ما بها مجال أي. الله يشهد يعني كان العالم ماكو واحد يلطم راحته
خوش. اي يعني واحد يشطم وهيك حضور ونفس بعد ماكو عنان فوق. هو اختنك خطية وانت متت يرجنز الخطية كافة وانت دوم. الله يطيل عافية والله يحفظه ان شاء الله. احنا الحديث وياك مولاتنا جميل الله يحفظك هواي بفائدة حقيقة لي وكل خدام الحسين عليه السلام اللي يسمعونك، ولكن احنا هم نشتاق لصوتك مولاتنا. فدو روح لك الله يطيل عافية. انت براحتك انا خادم اشتقرانا لأي موضوع اي شيء من صوتك الجميل براحتك من ابداعاتك يا ابو زينب. فدو روح لك يا الله. طبعا قصيدة الأحد الأشخاص اللي طلعنا خارج الرويليج. من هذا؟ بعد وهمنا من أعلام الشاعر أبو فاطمة العبود الله. الله. أول مجلس أنا قرأته برمايته هو اللي رتب لي. يعني. الله يطلع فيه وفاطمة العبود شاعر كبير. الله لازال يعني مهم. الله يحفظه. بعد هو أبو فاطمة علم أعلم. ونعم والله. إن شاء الله نديم توفيقه وتوفيق الخدام الحسين. أقول أميري أميري يا حدار، أميري أميري للمحشار، إلك إلك بيعتي، إلك إلك بيعتي يا حدار. يا مولاي رجواي ناديتك مناجات محبين ناديتك، يا قرآن عن إيمان حبيتك موالات أبو ذار واليتك، يا عنوان يا عنوان ميثاقي، يا عنوان يا عنوان أشواقي، تظل تظل صرختي إليك إليك بيعتي، يا أبو حسين بن الدين فقارك على كوان تشع دوم أنوارك، مبغضيك يجهلون أفكارك، محبيك يتبعون آثارك، أواليك أواليك يا الوالي. نعم. أواليك أنا أواليك للتالي، يسر يسر فطرتي إليك إليك بيعتي يا حيدر. طيب الله أنفاسك. الله يحفظك. تحية كبيرة إلى خادم الحسين الشاعر أبو فاطمة العبودي. قرأت أبو فاطمة العبودي بوك الصدام؟ لا ما كان موجود أبو فاطمة. وين كان؟ بإيران. ها من المسافرين، من الناس المسافرين ولا الناس اللي طلعوا مضطهدين. مضطهدين ايه. فرجع بعد السقوط. رجع بعد السقوط الله يحفظه. والتقيت به وبدات العلاقه بيراقب. ايه هو رجع بعد السقوط مباشره يعني ما طول. ما طول. اي زين شنو تقول عدي ورتب لك الطور شلون صارت العلاقه بينك وبينه؟ يعني مجلس المجالس يعني هو اغلبها الطور رجع عفو شعر زين من قارين ولا جليل بايران ولا باسم قارين واي روادي ايه وواصل شعره إيه؟ الى الملك سوري انا ما ادري زين كون عمري صغير فمن اجى ابو فاطمه العبودي قالوا ابو فاطمه كان قاعده مجلسك سير عليك كان خليجيني ما ادري بوقت قال خليجيني او كذا ما اعرف والله ما اذكر المهم انا قلت ما اريد اشوفه لازم اشوفه زين يعني هو كلش رحب بي واحتضن الرجال ما قصر والله إيه ونعم ومشهودات للابويه اللي عنده فأنا كنت كل سنة يعني أيام السقوط أي ورا السقوط السنة الثانية أهل طويرج عادة ينفون مواكب على الشارع زين تبع يدك علم أي والكل يدرون بعد أي خدمة أهل طويرج للزوار بعد معروفة والقراءة كانت موجودة بالشارع أي فكان يقرأ الشيخ جاسم الله يحفظه وأنا أقرأ أنا هم أقرأ فأنا الحمد لله بيش سنين أكثر من استقر على الشارع زين يعني كم من هذا روح لهذا كم من هذا روح لهذا هيك أي والناس متشوقة والحضور أكو تفاعل خير من الله ما شاء الله ف مجلس المجالس أنا قريته كانوا حاضرين أهل الرمايثة زين الله يذكرهم بالخير الله يذكرهم بالخير من ضمنهم أكو ولد كانوا يا بيران ها أي
يا رهو فاطمه العبود. فقال له اريد رادود. قال له ماكو رادود راح يقرا على الشارع، تعال اسمعوا عليه. زين. فمن قرات اجوا الناس سلموا عليه، عرفنا عليهم فاطمه الله يحفظه. قال له المولى احنا من هالسنه ماكو بعد انت يمنا خش. وخمس سنوات انا ما عرفت. عجيب. اي والله نفس الرميته. خمس سنوات. خمس سنوات هم ما عرفوك انت ما عرفت. مشتاق لهم يعني. والله العظيم لحد الان يخابروني عاتوني. عجيب. دنيا بعد تصور واحد هم يكيفوني والله. اي وكلش فرحان كل ما يشوفون المكان انا رايح يخابروني، حتى لو انا مثلا بفلان دوله يخابروني فرحانين رفعت راس. انت نفتخر بانه قريت يمنا. الله شوف شلون روحي. الله يحفظه. شوف هاي الروح الحسينيه هسه قام بعض المجالس يزعل يزعل يقاطعك المكان ويقاطعك خلاص ولايش عليك حرب مع الاسف. واحنا اسانا وتعلمنا من هالتراث الكبير اللي بقوا لنا هالاساتذه الكبار جدا في خدمه الحسين عليه السلام. لو قال لعم تواضع صاحبك خادم الحسين. أيوة. نزل روحك صاحبك خادم الحسين. الحسين عليه السلام هو يرفعك. فالقضية مشهورة اللي هي قضية عباس الترجمان رحمة الله، الطود الكبير عباس الترجمان. وهالتاريخ تدري دكتور لغة عربية، خطاط من طراز خاص، ورسام من طراز خاص، وشاعر ورادود وخطيب ومؤلف. ما شاء الله متنوع الامتيازات، مو مواهب امتيازات. مو يقولون يوم من الايام رواديد صغار هو طلع قدامهم حط تكرم احذيتهم قدامهم. قال له حتى لا تنسى، خاف تكبر باكر تذكر اخوك خادم الحسين عليه السلام. مو يقاطع اذا ما قرا له وما عبره. مولى محمد جلاوي خادم اول الله يعطيك العافيه في دور رحلتك. جزاك الله خير وما قصرت جيت ومن بطول رجلي جاي. شرف لي. الله يسلمك الحسين ان شاء الله يحفظك ويوفقك. مولاتنا تعبناك جزاك الله خير. يعني جلسة جميلة وبيها كثير من الكلام الممتع. الله يسلمك يا مولى محمد جلاوي. تحية كبيرة باسمكم أعزائي المشاهدين، كادر برنامج عيد الفرحة، القائمين على فضائية الإمام الحسين، لخادم الحسين الطيب الخلوق المتواضع صاحب الصوت الجميل المبدع أبو زينب مولى محمد جلاوي. مشكورين مولى، الله يطول عمرك ويحفظك. أعزائي المشاهدين حلقة جميلة كانت، حارة، حلقة حارة بيها معلومات وقراءة وصوت جميل وفتحنا ملفات حلوة. وأنا أستأنس لما ألتقي بأخوتي وأساتذتي خدمة الحسين عليهم السلام، الله يحفظهم إن شاء الله ويوفقهم للمزيد من الخدمة. راح ننتقل ويا خادم من خدمة الحسين عليه السلام وزميلنا وصديقنا الإعلام محمد التقي، راح ينقل أجواء بين الحرمين الشريفين ويأخذ اتصالات وزيارات وتهنئات والله يعينه ومتعبينه. فاصل أو مفاصل مباشرة ننتقل ويا زميلنا وأخونا محمد التقي وراح نلتقي وياكم إن شاء الله باكر. أنا خادم عبد الرحمن النصيري، نلتقي على الود في أمان الله. شكرا جزيلا لك زميلي عبد الرحمن في الاستوديو على هذه الانتقالة. حياك الله أنت والمشاهدين الأكارم وجميع ضيوفك الكرام. كل عام وأنتم من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين، كل عام وأنتم من خدام الإمام الحسين عليه السلام. شرف كبير لنا أن نكون من خدمة الإمام الحسين عليه السلام ونسمى ونتوسم بهذا الوسام الرائع جدا. نتمنى دائما أن نستمر على خدمة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل عباس سلام الله عليهم. إذن حياكم الله أحبتي المشاهدين، وكل عام وأنتم من أنصار الإمام علي عليه السلام ومن أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأيضا من الموالين للإمام علي بهذه المناسبة العطرة عيد الغدير الأغر. مثل معوداكم كل حلقة ننقل الأجواء ونأخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا لتكونون معنا بأجواء كربلاء، لتكونون معنا بأجواء منطقة ما بين الحرمين وهذا الجمال الكبير، هذه القباب الرائعة جدا في كربلاء، لتكونوا معنا بأجواء رائعة جدا خصوصا في هذه المناسبة. منطقة ما بين الحرمين ما شاء الله فيها محافل كثيرة، وراح نتطرق إن شاء الله لهذا الموضوع، وأيضا نتطرق اليوم لعيد الغدير المبارك. واليوم هذه دعوة للجميع على تبادل التهنئة للموالين والمحبين بمناسبة تتويج أمير المؤمنين عليه السلام. إذن لا حبذا أن نحلق بفاصل قصير كالمعتاد، ومن ثم نعود لاستقبال الاتصالات والمشاركات في برنامج عيد وفرحة. فاصل ونواصل، كونوا معنا.
من جديد نعود لكم أحبتي المشاهدين بأجواء هذه الحلقة، وراح تكون إن شاء الله حلقة مميزة باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. مثل ما تشاهدون الآن الأرقام ظهر أسفل الشاشة، بإمكانكم الاتصال والمشاركة لتكونوا بأجواء كربلاء، لتكونوا بأجواء منطقة ما بين الحرمين، تكونوا بأجواء القباب الذهبية الجميلة والرائعة جدا، خصوصا في هذا اليوم المبارك يوم عيد الغدير إن شاء الله، أو هذه الليلة المباركة إن شاء الله مقبلون على عيد الغدير الأغر. منطقة ما بين الحرمين ما شاء الله الكثير من المحافل، الكثير من الأهازيج التي تنطلق في هذا المكان المبارك مبايعة لأمير المؤمنين عليه السلام. لذا دعونا نبدأ الاتصالات ونبدأ محورنا أو يعني اتصالاتكم المباركة وحديثنا المبارك بلبيك يا أمير المؤمنين، سلام عليك يا أمير المؤمنين. إذا نستقبل الاتصالات والمشاركات والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة، وإن شاء الله تكونون من زوار أمير المؤمنين. ودعونا نبدأ بلبيك يا أمير المؤمنين، ويانا والاتصال إلهام. مساء الخير يا إلهام، وإن شاء الله من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. إن شاء الله. الله يحفظكم. قررنا أن نبدأ بلبيك يا أمير المؤمنين. لبيك يا أمير المؤمنين، لبيك يا أمير المؤمنين، لبيك يا طالب، لبيك يا حسين، لبيك يا أبو الفضل. أحسنت. يا أمير المؤمنين نهنيك بهاي الولاية، عيد الغدير المبارك، عيد الغدير المبارك، ونهني المصورين والمخرجين والكادر، ونهني قناة إمام الحسين، ونهنيك يا أخ أحمد. الله يحفظكم إن شاء الله. محمد تف... الله يهنيك وحقها. الله يسلمكم إن شاء الله. احسنت. كل سنة نخدمك يا علي الغدير، يا علي رجلك تضحات وحاجة كل مساعد يا علي. احسنتم ان شاء الله. يسمع لكم امير المؤمنين. اخضحات وحاجة الجميع يا امير المؤمنين. احسنتم. اليوم اطلقنا دعوة عبر قناة الامام الحسين الفضائية الثانية بالمباركة لجميع الموالين والمحبين. اليوم لابد ان نبدأ بالمباركة وارسال التهاني، والان انت مع قبة امير المؤمنين عليه السلام. نبارك الأمير المؤمنين، ونبارك الشيعة أمير المؤمنين جميعا، ونبارك الخدام الحسين جميعا، ونبارك القناة الإمام الحسين لأن هي تقدم هاي البرامج. الله يحفظكم. شكرا على هاي البرامج تقدمون، وشكرا لحيدر الركاب على هذا البرنامج، والله يحفظكم يا خدام الحسين جميعا جميعا، الله يحفظكم ويحفظ المعجعلية ويحفظ العتبة الحسينية ويحفظ العتبة. أحسنتم. أحسنتم موفقين. أحسنتم موفقين. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، وإن شاء الله ما ننساكم من الزيارة والدعاء. أحسنتم. لبيك يا أمير المؤمنين. شكرا لك ولاتصالك. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. واتصال آخر من عبير من البصرة، ونقول كل عام وأنتم من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين، ولبيك يا أمير المؤمنين. أهنيكم بهذه المناسبات. الله يحفظكم. بعيد الغدير الآخر إن شاء الله تبارك على الولاية. أحسنتم. أحسنتم. موفقين إن شاء الله. أنتم الآن بأجواء كربلاء، وإن شاء الله راح تنتقلون لأجواء النجف الأشراف، وتشاهدون هذه اللقطات الجميلة وهذه اللقطة الرائعة لحرم أمير المؤمنين. لكم المساحة بالزيارة والدعاء وطلب الحاجة، طلبوا حوائجكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي صدر العباس بن قمر بن هاشم وعلى زينب الحوراء. السلام على أمير المؤمنين. يا علي بيك انت خينا يا علي، يا علي أنت أدركينا يا علي، إحنا كنا يا علي ما لنا غيرك ولي يا علي يا علي يا علي يا علي. أحسنتم. السلام على الجنة والنار، السلام على حيدر الترار، السلام على ابن عم الرسول، السلام على زوجي بتور، السلام على بن حسن علي رحمة الله وبركاته. شكرا لكم. أحسنتم. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لك. أحسنتم. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك يا عبير، وأنا شاكر تواجدكم بالكلمات الطيبة في البرنامج، وتكونون بأجواء كربلاء وأجواء النجف الأشرف بانتشار عدسات قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية لتغطية جميع الأجواء في جميع المحافظات العراقية إن شاء الله، ونقل هذه الصورة الحية لكم. عندنا اتصال من بغداد، نقول مساء الخير وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. حياك الله يا مرتضى. والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الغدير الأغر. أحسنتم. عيد الله الأكبر. أحسنتم. مرتضى احنا قررنا أن نبدأ بلبيك يا أمير المؤمنين.
لبيك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. قررنا قررنا أن نبعث كارت من المحبة، كارت من الألفة والتسامح في عيد الغدير. المن راح تباشرون إن شاء الله وتباركون، والمن توجهون التهنئة عبر شاشة الإمام الحسين بعيد الغدير الأغر. الله من الحد أن المؤمنين أجمعين. أحسنتم. أحسنتم، موافقين إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظكم إن شاء الله جميع مؤسساتنا، ندعو لهم إن شاء الله. تسجل وليلة وآسية. نعم إن شاء الله راح تسجل هذه الأسماء عن طريق الأخوة بالكونترول. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، وإن شاء الله تكون من زوار الإمام الحسين ومن الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. شكرا لك ولاتصالك. إذن نستمر وياكم أحبتي المشاهدين بنقل هذه الأجواء، وإن شاء الله تواجدكم معنا في هذه الحلقة وهذا البث الحي. وأبو جعفر أعتقد من تل أحفر، مساء الخير يا أبو جعفر، وإن شاء الله من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. مساء الخير أبو جعفر، كل عام وأنت بخير. للأسف انقطع الاتصال من أبو جعفر. أهل تل أحفر ما شاء الله أعطوا الكثير وحققوا رسالة للعالم أجمع بما أدوه في يعني محاربة الجميع ومحاربة من يصل إلى المراقد المقدسة، فهنيئا لكم. عندنا اتصال آخر من حيدر من بابل. مساء الخير يا حيدر، وإن شاء الله من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم حيدر. حيدر نصي للتلفزيون. إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنتم، تفضلوا. أنتم الآن مع أجواء كربلاء، لك المساحة بالزيارة والدعاء وطلب الحاجة، وراح أشاهد قبة أمير المؤمنين وحرم أمير المؤمنين. يعني أنا ما أسمع لك بشكل واضح، أعتقد أنه أكو مشكلة يمك بالاتصال أو ضعف بالشبكة. شكرا لك ولاتصالك، اعتقد ان الصوت مو واضح. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، اتمنى تعاود الاتصال بينا لانقطاع الاتصال او تغير مكانك ان شاء الله وتكون معنا، وانت شملت ان شاء الله بزياره امير المؤمنين عليه السلام. اذا نستمر وياكم احبتنا المشاهدين باستقبال الاتصالات والمشاركات ونقل اجواء النجف الاشرف واجواء كربلاء بما تحتويه من قدسية خاصة وروحانية خاصة، خصوصا في هذه الأيام المباركة بانتظار عيد الغدير الأغر، وإن شاء الله من الموالين الذين يعمدون على نشر ثقافة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن راح نستمر باستقبال اتصالات والمشاركات، وعدنا اتصال من أم عبد الله من واسط. مساء الخير يا أم عبد الله، وإن شاء الله من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، صحة وسلامة، إن شاء الله ثبات على الولاية. وليد الكعبة. أحسنتم. لبيك يا وليد الكعبة. أحسنتم. لبيك يا علي يا أمير المؤمنين. أحسنتم. وهني صاحب العصر والزمان بمناسبة عيد الله الأكبر. أحسنتم. عيد الغدير الأعظم. ثبات على ولاية أمير المؤمنين. أحسنتم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام أحسنتم. عليك يا الحسن الحسين الحسن المصطفى، السلام عليك يا الحسين الشهيد المظلوم في كربلاء، السلام على ابو الفضل العباس. أحسنتم. اللهم انصر العراق بحق هذا اليوم. أحسنتم. وانصر الحج الشعبي، وانصر والله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمكم ان شاء الله. قررنا ان نهنئ العالم اجمع، المن راح توجهون التهنئه بهذه الايام المباركه؟ نهنئ العالم الشيعي، العالم الأجمع بهذا الشيء الأكبر. أحسنتم. أمير المؤمنين. أحسنتم، موافقين إن شاء الله. أحسنتم، شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، وإن شاء الله تكونين من زوار الإمام أمير المؤمنين، وإن شاء الله ما ننساكم إن شاء الله بحق أمير المؤمنين، تقسمون بالذرية وتسمون على اسم أمير المؤمنين عليه السلام. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج، وإن شاء الله ما راح ننساكم من الزيارة والدعاء في كربلاء وأيضا في النجف الأشرف،
وإن شاء الله ترزقون بالذرية الصالحة لنشر ثقافة أمير المؤمنين ورسالة أمير المؤمنين. أنا شاكر اتصالك ومشاركتك، نستمر وإياكم أحبتنا المشاهدين بنقل هذه الأجواء والتواجد في منطقة ما بين الحرمين التي هي الآن ما شاء الله يعني تتوشح بوشاح رائع جدا، مصابيح ملونة كثيرة، ارتفاع المنصات بالأصوات الجميلة والأهازيج الرائعة لنشر إن شاء الله والمباركة لأمير المؤمنين وللعالم أجمع. وأيضا النجف الأشرف ما شاء الله أجواء رائعة جدا. خلونا نحلق من كربلاء للموصل مع أم علي ونقول مساء الخير يا أم علي، وإن شاء الله من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. مساء النور، السلام عليكم. الله يحفظكم، وعليكم السلام. بهذه المناسبة أحسنتم بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وليد الكعبة، عليكم السلام. قررنا أن نبدأ بلبيك يا أمير المؤمنين. لبيك يا أمير المؤمنين، لبيك يا أمير أحسنتم. المؤمنين لبيك يا أمير المؤمنين. أحسنتم، وأنتم الآن راح تحلقون ويانا بالأجواء، أجواء النجف الأشرف، وراح تشوفون حرم أمير المؤمنين. لكم المساحة بالزيارة والدعاء وطلب الحاجة، وأنتم الآن مع الأجواء إن شاء الله. أطلب من أمير المؤمنين يسمع لكم إن شاء الله. أمير المؤمنين أطلب الدعاء لجميع شيعة أمير المؤمنين. أحسنتم، بالنجاح والموفقية. أحسنتم، موافقين إن شاء الله جميع. موافقين إن شاء الله. الله يرحم هذه الدموع، وإن شاء الله في ميزان أعمالكم. شكرا لكم ولاتصالكم ومشاركتكم، وإن شاء الله تكونون من زوار أمير المؤمنين وزوار الإمام الحسين في كل حين. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك يا أم علي. إذن أحبتنا المشاهدين، نستمر وإياكم باستقبال الاتصالات والمشاركات وتكونون معنا بهذه الأجواء الجميلة. خلينا نروح للنجف الأشرف مع أبو فاطمة. السلام عليكم وفاطمة، كل عام وانت بخير. وعليكم السلام، كل عام وانت بألف خير صحة والسلام إن شاء الله، ومن الموالين لأمير المؤمنين. أحسنتم الجميع إن شاء الله والثبات. الله يحفظكم إن شاء الله. قررنا أن نبدأ بلبيك يا أمير المؤمنين. لبيك يا أمير المؤمنين. أحسنتم، لبيك يا أمير المؤمنين. أحسنتم، شلون أجواء النجف؟ والله النجف حاليا الأجواء كلش حلوة. من الصباح الباكر بدأت الوفود زائرين على مدينة أمير المؤمنين ما شاء الله. عديتوا العدة، حضرتوا يعني لاستقبال الزوار إن شاء الله؟ المواكب استقبلت من شارع يعني من مجسرات ثورة العشرين للإمام. نعم، عليه السلام، سلام الله عليه. مواكب لاحظتم تواجد إن شاء الله زوار أجانب، زوار من العالم أجمع للنجف الأشرف؟ والله بدأ التوافد، بس أكثر شيء تتعرف الأجانب، وهسه بدأ زوار عراقيين قاعد توافد إن شاء الله. نسأل أمير المؤمنين أن يوفقكم لخدمة الزوار، وإن شاء الله ما تنزونا من الزيارة والدعاء، وبالأخص كادر ومشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية إن شاء الله. ما أنساكم، الله يحفظكم إن شاء الله. لا تنسونا عد الإمام الحسين عليه السلام وبنطب العباد سلام الله عليه، زينب عليه السلام سلام الله عليهم. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، وشكرا على نقل الأجواء الرائعة. وعندنا اتصال من ميثم من الموصل، نقول مساء الخير وإن شاء الله. ميثم عفوا، مساء الخير يا ميثم، وإن شاء الله من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. الجميع إن شاء الله، الله يحفظكم، وانت بخير صحة وسلامة، ثبات على الولاية إن شاء الله. الله يحفظكم. قررنا أن نبدأ بلبيك يا أمير المؤمنين. لبيك يا أمير المؤمنين. أحسنتم، أحسنتم. ستشاهدون الآن الأجواء الجميلة واللقطات الرائعة من حرم أمير المؤمنين. لكم المساحة بالزيارة والدعاء وطلب الحاجة إن شاء الله. رحم الله والديك، الله يحفظكم، الله يحفظكم إن شاء الله. يحفظكم على ولاية أمير المؤمنين. أحسنتم، موفقين إن شاء الله. مثل الآن أنت تشاهد الأجواء الرائعة، تشاهد هذه هذه المنارات الجميلة، هذه القبة الرائعة، تقدر تزور وتطلب حاجتك من أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، لبيك يا أمير المؤمنين، لبيك يا أمير المؤمنين. أحسنتم، شكرا لك يا ميثم ولاتصالك ومشاركتك، وأيضا ندعوكم لتهنئة جميع الموالين والمحبين في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة العطرة. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. إذن نستمر وإياكم أحبتنا المشاهدين بنقل هذه الأجواء.
إذن علي أول اسم سجل الإسلام، وعلي تاج العروبة وابن شبر، وعلي زوج البتول وأبو الحسين وابن عم الرسول القائد الأول والأكبر، وعلي من انطبر بالسيف مغدور لجل السيف صاح الله أكبر، وأنتم مع أجواء حرم أمير المؤمنين. من جديد نعود لكم أحبة المشاهدين وعلى العهد وياك يا أمير المؤمنين، كلمات جميلة جدا، وإن شاء الله نكون دائما من الموالين لأمير المؤمنين. اليوم لابد أن نطرح قضية مهمة جدا، اليوم علينا تعريف أبنائنا، تعريف العالم أجمع بعيد الغدير الأغر. ما هو عيد الغدير؟ لماذا نحتفل اليوم؟ لماذا نبارك للجميع؟ لماذا نتبادل التهنئة في هذا العيد المبارك؟ لذا هذه مسؤولية وهذه دعوة لجميع الأحبة، جميع أخوتنا، أصدقائنا، جميع من يشاهدنا للمباركة والدعوة ونشر مفهوم عيد الغدير الأغر. وإن شاء الله أنتم موالين لأمير المؤمنين، وإن شاء الله على قدر عالي من المسؤولية في نشر هذه الثقافة. خلي نروح لدياله مع ضحى ونقول مساء الخير، وإن شاء الله من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. مساء الخير يا ضحى. مساء النور. حياكم الله، إن شاء الله من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. آمين يا رب العالمين. الله يحفظكم. أهنيكم وأهني شيعة أمير المؤمنين. أحسنتم. إن شاء الله متباركين وأنتم بألف خير. قررنا أن نبدأ الحلقة بلبيك يا أمير المؤمنين. لبيك يا أمير المؤمنين. أحسنتم. موافقين إن شاء الله. نعم. الله يحفظكم إن شاء الله. ستكونون بأجواء النجف الأشرف، ستشاهدون القبة الشريفة والحرم الشريف، ولكم المساحة بالزيارة والدعاء وطلب الحاجة، وأنتم الآن مع الأجواء. تفضلوا. عيونا انا احب بس اعرف من المؤمنين والمشاهدين انه يدعون ابني بالشفاء العاجل ان شاء الله، الشفاء العاجل بحق الامام امير المؤمنين وبحق الامام الحسين عليه السلام. ان شاء الله انتم من يطلب الحاجه اليوم، رفع الايادي في هذه المناسبه العطره له ان شاء الله ميزات كثيره، وان شاء الله يستجاب الدعاء. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، وان شاء الله ما راح ننساكم من الزياره والدعاء، وندعو جميع المشاهدين للدعاء لابنك بالشفاء العاجل، ويكون ان شاء الله من انصار الامام امير المؤمنين. عندنا اتصال من العاصمه بغداد. مساء الخير وكل عام وانتم من الثابتين على ولايه امير المؤمنين. وعليكم السلام، حياكم الله يا قطر النداء. مناسبة عيد الغدير الأغر. أحسنتم. عيد الله الأكبر. لبيك يا أمير المؤمنين. لبيك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين وقائد الغر المحجمين. السلام عليك يا خليفة رسول رب العالمين. السلام عليك يا المصلي بالقبلتين. السلام عليك يا الضارب بالسيفين. السلام عليك يا أبو الصفين الحسن والحسين. أحسنتم. أحسنتم، موافقين إن شاء الله على هذه الكلمات. اليوم دعونا دعوة جميلة أن نتبارك ونتبادل التهنئة مع العالم أجمع، لنكون يعني هذه الرسالة الجميلة، لنقل هذه الأجواء الرائعة، لنشر ثقافة أمير المؤمنين. نعم. نهنئ العالم الإسلامي والمؤمنين والمؤمنات بعيد أحسنتم عيد الغدير إن شاء الله. شكرا لك والاتصال. اعتقد انقطع الاتصال للاسف، هناك مشكله يعني حدثت، وانا شاكر اتصالك ومشاركتك. وكرار من الديوانيه، مساء الخير يا كرار، وكل عام وانتم من الموالين لامير المؤمنين. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. حياك الله يا كرار. ان شاء الله. احسنتم يا كرار. كرار انت الان باجواء كربلاء، ونبدا بلبيك يا امير المؤمنين، ومن ثم تتجه للزياره ان شاء الله. لبيك يا أمير المؤمنين. لبيك يا أمير المؤمنين. لبيك يا أمير المؤمنين. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. ثبات على الولاية إن شاء الله. وأنتم بخير إن شاء الله. إحنا اليوم دعونا دعوة جميلة لنشر ثقافة التهاني والتبريكات وتبادل
التهنئة بهذا اليوم العظيم، بهذه الأيام المباركة، أيام الغدير. لذا ندعوكم للمشاركة معنا بهذه الحملة الجميلة التي تنطلق إن شاء الله عبر شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام بالتهنئة والتبريك لجميع الموالين والمحبين. إن شاء الله دائما جميع العراقيين إن شاء الله. أحسنتم، الله يحفظكم إن شاء الله. فعلا فعلا لم ننساهم من الزيارة والدعاء أبدا، وإن شاء الله أن يفرج الله عنهم. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج، وإن شاء الله تكون من زوار أمير المؤمنين في هذه الأيام المباركة. في أمان الله، وأنا شاكر اتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج. إذن نستمر معكم أحبتي المشاهدين لنقل هذه الأجواء الرائعة، لنكون في هذا المكان المبارك، لنكون عند القباب الذهبية الجميلة جدا، وإن شاء الله نتمنى أن تكونون من الموالين فعلا بنشر رسالة أمير المؤمنين وتبادل التهنئة مع الأحبة والأصدقاء ومع جميع الموالين في جميع أنحاء العالم. كذلك لابد أن نعرج على التعريف إن شاء الله بعيد الغدير، وما هو عيد الغدير ولماذا سمي بهذا الاسم. أسئلة إن شاء الله كثيرة راح نناقشها إن شاء الله في الحلقات القادمة من البرنامج، وإن شاء الله نتمنى أن تكونون من الموالين فعلا لأمير المؤمنين عليه السلام بنشر ثقافة أمير المؤمنين ورسالة أمير المؤمنين عليه السلام. أعتقد عندنا اتصالات أخرى مع الأحبة مشاهدينا الأكارم. أبو رعد من كربلاء، أم رعد عفوا، مساء الخير يا أم رعد، وكل عام وأنت من الموالي لأمير المؤمنين. الله يحفظكم إن شاء الله. أحسنتم، قررنا أن نبدأ. نعم تفضل. نهني العالم الإسلامي والمراجع. أحسنتم، ونهني إمامنا الحجي حفظ الله تعالى فرجه، أجل الله فرجه الشريف. أحسنتم، وولاية علي بن أبي طالب. أحسنتم، موفقين إن شاء الله. لبيك يا أمير المؤمنين. أحسنتم، موفقين إن شاء الله. أم رعد، شلون الأجواء يومكم؟ أنتم في أجواء كربلاء. يا ربي اجعل العراق آمن. أحسنتم، أحسنتم، موفقين إن شاء الله. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك يا أم رعد، وإن شاء الله تكونين من الزائرين لأمير المؤمنين ومن الموالين للإمام الحسين وأخي أبي الفضل عباس بتواجدكم في كربلاء. آخر اتصال من أحد أبطالنا المجاهدين، أحد أبطالنا الجنود في الموصل. حياكم الله يا أحمد. أحمد نصينا تلفزيون. أحمد تسمع لي؟ نعم نعم اسمع. حياك الله وكل عام وأنت من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. أحمد أنا ما أسمع لك بشكل واضح للأسف، أنه أحمد نصي التلفزيون واسمع لي من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أحمد، كل عام وأنت من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. للجميع إن شاء الله. الله يحفظكم. شلون الأجواء بالموصل أحمد؟ والله يا انا قاعد هناك في الموصل بس اهلي بالعماره. اها ما شاء الله، جندي انت في الموصل؟ ان شاء الله، والله جدي بالموصل. أها. ان شاء الله نسال العلي القدير. أيوة. ان يوفقكم في حمايه العراق. أيوة. وان شاء الله. نعم والله راجل دعاء. انت مع الامام الحسين اليوم، انت ستدعو الله. لنفسك ان شاء الله، انت تكون مع قبه الامام الحسين، لك المساحه بالزياره والدعاء وطلب الحاجه، اطلب حاجتك من الامام الحسين ان شاء الله. اطلب حاجه ان شاء الله الاخوان المقاتلين ان شاء الله. احسنتم، شاء الله. نشرتم ان شاء الله، هنيتوا اخوتكم المقاتلين في هذا العيد ان شاء الله، عيد الغدير الاغر ان شاء الله. كنا معيد اليوم، كنا معيدين وفرحانين ان شاء الله. احسنتم، احلى أحسنتم. يوم ان شاء الله. احسنتم ان شاء الله، شكرا جزيلا لك ولاتصالك، وما راح ننساكم من الزياره والدعاء، وان شاء الله من الموالين لامير المؤمنين وبحمايه امير المؤمنين عليه السلام. اذا احبتي المشاهدين، اعتقد كان الاتصال الاخير، ووصلنا واياكم لختام هذه الأجواء ولختام هذه الحلقة، وإن شاء الله كثير من التساؤلات سنطرحها في حلقة يوم غد عن عيد الغدير الأغر. لذا حتى الملتقى في حلقات أخرى، وحلقتنا الأخيرة إن شاء الله يوم غد. نترككم في أمان الله وحفظه. لفات العياد والشاب غرّد، صلي صلاة العيد في حب محمد. آه الله عذاب.
مشموم بالجنة امتاز.